عرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مرة جديدة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ردا على ضغوط المعارضة والغرب، فيما تنتهي اليوم مهلة حددتها 6 دول أوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية. من جهة أخرى، دعا جنرال فنزويلي كبير القوات المسلحة للتمرد على مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غويدو رئيسا مؤقتا للبلاد، تزامنا مع خروج حشود ضخمة ضد مادورو الذي زادت عليه الضغوط للتنحي. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال في مقابلة ستبثها شبكة CBS الأمريكية اليوم إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو أحد الخيارات المطروحة، وأنه رفض طلبا من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه. الرئيس الفنزويلي مادورو لا ينفك عن لغة التهديد وتحدي الغرب، بينما تنتهي اليوم المهلة التي حددتها دول أوروبية للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا فالاعتراف بإخوان غوايدو رئيسا عوضا عن مادورو هو السيناريو المطروح. وافق على إعطاء شرعية للسلطة التشريعية في البلاد، وذلك من خلال إجراء انتخابات تشريعية من أجل إعطاء الناس الحق لاختيار برلمانيين جدد. غريمه غوايدو يعتلي المنصات ويحشد الشارع. لقد حددنا يوما للمظاهرة الكبرى، إنه 12 من الشهر الجاري، وغدا سنعلن عن موعد توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أرجاء فنزويلا. يجد غوايدو دعما جماهيريا بل عسكريا كذلك من جنرالات في الجيش الفنزويلي المؤيد لمادورو. أتوجه إليكم لإبلاغكم بأنني أتنصل من السلطة الدكتاتورية لنيكولاس مادورو وأعترف بخوان غوايدو كرئيس مسؤول عن جمهورية فنزويلا البوليفارية. خطوة الجنرال الفنزويلي استحسنتها واشنطن، فخاطب مستشار البيت الأبيض العسكريين الفنزويليين بلغتهم داعيا إياهم للانشقاق عن مادورو. تدعو الولايات المتحدة جميع عناصر الجيش للاقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية. وفي حين تتزايد الضغوط الدولية على الرئيس الفنزويلي للتنحي أو إجراء انتخابات جديدة، يرى الرجل في الضغوطات محاولة لتنفيذ مؤامرة دولية حاكتها واشنطن بإتقان، ليجد الدعم مستمرا من دول تناوئ أمريكا كروسيا والصين وكوريا الشمالية. وينضم إلينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس مفدنا إلى هناك صابر أيوب. أهلا وسهلا بك صابر. يعني بين الضغوط الخارجية اليوم ودعوة الرئيس مادورو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وبين الضغوط الداخلية واليوم يعني الدعوة إلى تظاهرات شعبية حاشدة في 12 من فبراير، كيف يبدو لك المشهد الفنزويلي؟ اليوم أحد هو هادئ بعد مظاهرات الأمس التي كانت صاخبة من الجانبين. اليوم هادئ، ذهب الناس إلى الكنائس، كل صلى بدعواته. أنصار مادورو ربما صلوا بأن يبقى مادورو في الحكم، وأنصار غوايدو ربما حتى يصعد إلى الحكم في أقرب وقت ممكن ويمسك بزمام السلطة ليخرج، أو هكذا يعتقدون، ليخرج هذه البلاد من أزمتها الحادة، خاصة على المستوى الاقتصادي أوضاع صعبة جدا، وهذا ما يؤدي إلى تحريك الشوارع ضد مادورو. هذا هو الوضع بصفة عامة، لكن يبدو هادئ لحد الآن، هدوء في الشارع، لكن في السياسة هناك ضرب تحت الحزام صح التعبير. اليوم ترامب لم يستبعد أن إمكانية تدخل عسكري إذا لم يتنحى مادورو في أقرب وقت. دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مرفوضة مبدئيا من المعارضة التي لا ترى أنه لا طائلة أو ترى أنه لا طائلة في مثل هذه الانتخابات. جربوا انتخابات كثيرة مع تشافيز وثم مع مادورو، والنتيجة كانت كلها نفسها. يعتقدون أن الانتخابات مزورة، مادورو يمسك بالإدارة يمسك بالجيش، ولا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة. مقترح المعارضة كان أن يكون انتخاب أو فترة انتقالية، حكومة انتقالية تسير شؤون البلاد، وبعد ذلك يتم المضي نحو انتخابات تشرف عليها إدارة موضوعية ونزيهة وذات مصداقية لا تتدخل في توجيه الانتخابات.
نعم، وبالتالي فإن الوضع مستمر سياسيا واحتقان سياسي، الشارع هادئ، لكن مع ذلك هناك وضع إنساني صعب جدا بالنسبة لجميع الفنزويليين. أيضا استطلعنا أوضاع عرب كاراكاس، ومعنا هنا العم جود المرعبي، هو من سكان كاراكاس منذ أكثر من 46 سنة، ممكن يعطينا الصورة أكثر. تفضل. من 46 سنة وأنا بفنزويلا، والبلد هون أرض طيبة وشعب أطيب، وكل شيء كان تمام، حتى إجا تغير الحكم بتشافي، ثم انتقلنا لمادورو والوضع تغير تماما، اقتصاديا وسياسيا وتربويا وعلميا، يعني تأخرت البلد بشكل غير طبيعي. لذلك الشعب نطر علينا 20 سنة لحتى أنه يشوف تغيير، ما لقوا تغيير، فاعترضوا على الانتخابات اللي عملوها مقدما بعد ما غيروا العادة والمدة تبع الانتخابات، فقدموا انتخابات رئيس الجمهورية قبل بوقت لحتى يربحوا وقت يعملوها عزاهم تطلع النتائج مثل ما بدن هني. ثم انتقلوا الى 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 الاسامبلية، لانه كان في اسامبلية ربحوها بعهد مادورو، ربحوا ال 75% منهم، فطلع هو وعن طريق الكورتي سوبريما يعني المحكمة العليا هون وقفوا كل اعمال الاسامبلية مجلس الشيوخ يعني، وبلد تأثر البلد اقتصاديا ورجعنا لورا. العم جود، الوضع الاقتصادي هو بالفعل ما أن يحرك الشارع ضد حكم مادورو، لكن الانقسام ما زال واضح. صحيح أنه الغلب أو هكذا تبدو للمعارضة، لكن أيضا لمادورو مؤيديه يريدون له أن يبقى في الحكم، والقادم من الأيام هو من يثبت كيف ستسير أو إلى أين تتجه. نعم. الأزمة الفنزويلية بهذه البلاد التي تعاني اختلالات اقتصادية واجتماعية كبيرة. شكرا لك. موفدنا إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس صابر أيوب، شكرا لك ولضيفك على هذه الإحافة.